قمة ربع نهائي كأس تونس احتضنها ملعب حمادي العقربي بيرادس بين النادي الإفريقي وهلال الشابة. الإفريقي اللي يبحث على موقع في المربع الذهبي مواصلة سلسلة الأربع انتصارات اللي تزامنت مع قدوم المدرب عادل السليم. مواجهة نار الأحد رجعت للذهن مباراة البطولة اللي أسفرت على مغادرة الهلال للرابطة المحترفة الأولى ومسلسل الاحترازات والصراعات القانونية بين الفريقين اللي يبدو بشوفة في أروقة التاس. بعد أحداث الشغب في المباراة الماضية تم إغلاق الفيراج، ومن الدقائق الأولى حاول الضيوف المباغتة على تحركات كل من فهمي المعواني وسرعة الكونغولي كيلانغا اللي انفرد بالحارس في الدقيقة 10، لكن الشرفي كان بالمرصاد. مع نهاية ربع ساعة الأولى يدخل زملاء العزوني في المباراة. في أول هجمة مركزة شياب العبيدي سريع من الجهة اليمنى يماعد على طبق للشاب يوسف سنانة اللي ضيع فرصة محققة. لاري كان حركي وراء كل الكرات الثابتة وركنية مضروبة مليح يحولها يوسف سنانة برأسية ممتازة تضرب العارضة. الخط الهجومي للفارقة واصل في تهديد مرمى الهلال، وفي دقيقة 41 آدم قرب يستغل توزيعة من عبد الرزاق ويسدد مش بعيد عن المرمى. أبناء السليمي وصلوا خطورتهم عن طريق الكرات الثابتة، وفي دقيقة 44 كرة العزوني تضرب في الشباك الجانبية ويعلن بعدها مجدي بالحاج علي على نهاية الشوط الأول على تعادل أبيض وأسبقية للإفريقي في حجم اللعب والفرص. النصف الثاني من المباراة كان مشوق، ومنذ الدقائق الأولى كانت رغبة أصحاب الأرض واضحة لاقتناص هدف يسهل مأمورية الترشح. الثلاثي زردوم قرب وسنانة مثلوا مصدر قلق كبير لأبناء مارشون، وفي دقيقة 48 اللخبطة واضحة على زملاء أشرف الزواغي. الكرة تدور مليح في منطقة 16، سنانة يمهد القرب والأخير بالإكستيريور يسجل هدف جميل ويعطي الأسبقية للفارقة، لكن الفار يأكد حضوره في الدور ونصر الله الجوادي يشير لمسة يد المهاجم الإفريقي يلغي عليها مجدي الحاج علي الهدف ويرجع المباراة لنقطة الصفر. إلغاء الهدف ما مسش من معنويات الفارقة اللي واصلوا ضغطهم على دفاع ضيوف ورينا جمل تكتيكية وتحركات سريعة واندفاع بدني وسيطر على مجمل الجوال، في حين اكتفى هلال الشابة بالدفاع مع الاختصار على بعض الهجمات المنفردة ربما أهمها كرة المقصية لحاج محمد اللي قات الشرفي في الموعد. السليمي يلعب أوراق الهجومية الكل ويقهم كل من حمدي العبيدي والقصاب وسابو من أجل إضفاء أكثر فاعلية ونجاعة على الخط الأمامي. حارس الهلال الحلاوي قدم مردود ممتاز وتمكن من صد عديد الفرص خاصة أمام حمدي العبيدي، الأولى من تسديدة مقوسة والثانية من كرة حاسمة أبدأ في إنقاذها. دقيقة 87 تأتي بالفرج الجماهير الإفريقي، ركنية نفذها بدقة العزوني، الكرة يسددها آدم قرب، الحلاوي يصد ويرجع الكرة أمام المدافع الجزائري الشريفي اللي سدد في المرمى ويحسم نهائيا ورقة المربع الذهبي للفارقة. هي مباراة كاس مهمة بالنسبة لنا، احنا حبينا ننتصروا باش نواصلوا سلسلة الانتصارات، حبينا ننتصروا باش نوصلوا للنصف النهائي ونكونوا في مستوى تطلعات جماهيرنا ونكونوا مراهنين جديين على الكاس. هذه معناها هويتها دوزيام تون خير برشا، صنعنا عديد من الفرص، سجلنا هدف والفار نحاه اللي يحسب للملاعبية انه قعدوا مركزين وامنوا بحظوظهم لاخر وقت ومره اخرى مسجلوا في اخر المباريات. نشكر الملاعبيه وايضا زاد نشكر جمهورنا اللي كيما العاده قعد معنا وامن امن بالملاعبيه اللي عنده. Aujourd'hui c'était un peu plus difficile, on a été pris par la agressivité, par la puissance des clubistes qui avaient une équipe jeune, mais une équipe jeune de talent, une équipe jeune avec de l'agressivité et de la volonté. C'était un match tendu, c'était un match avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de duels, mais qui est resté correct tout le long du match. Mais bon, voilà, on avait fait deux bons matchs et on avait dominé les deux matchs contre Béja et contre Zarzis, mais là on est tombé sur une équipe d'un autre niveau et c'était plus difficile et donc c'était plus compliqué.